السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير الديزاد. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نتكلموا على شايبي، يعني هذا اللعاب وين يواصل تالقه بالوان فرانكفورت، يعني الباير فرانكفورت الالماني، يعني وين ينال ثناء الجميع واحترام الجميع، احترام الجميع، وين يواصل الدولي الجزائري فارس شعيبي مستواه التصاعدي مع فريقه أندرلخت الألماني منذ عودته من صفوف المنتخب الوطني، حيث تمكن سهرة الأحد من تسجيل هدف لفريقه جديد في تعادل الذي فرضه رامي بشير. تعادل رامي بالسبعين، ما كان رامي بالسبعين، رامي بالسبعين مع النادي ماشي واحد ولعب، يعني وفريقه بروسيا دورتموند على النادي، يعني بنتيجة 3-3 لحساب الجولة التاسعة من الدور الألماني. ساهم الوفد الجديد على الفريق أندرلخت الألماني فارس شعيبي سهرة الأحد في هدف الخامس في ثالث مباراة على التوالي، مؤكد نسقه التصاعدي منذ عودته لفريقه من تربص المنتخب الوطني لكرة القدم لتاريخ الاتحاد الدولي لكرة القدم لشهر أكتوبر. يعني لعاب هذا، لعاب هذا نورمالمون كرة معنا في أكتوبر، قلنا اللي بغينا نلعبو مع المالي، بغينا نلعبو مع المالي ومع كيسموها يا ربي، مع المالي ومع السويد. فماك هو ما بغاش، هذا المشرف تاعكم ما بغاش يجيبها، كسر خير ضغوطات، والمغرب وصل دومي فينال وحنايا ضغوطات والشعب فاق، ما كان لا ماتش يتعاود لا والو، قالوا نجيب اللعابه ماركو في سيمانه قضاو، في سيمانه قضاو كلش راه يجري زبيزب وراحك ما ينقل فيهم، جابهم كاع هماكم هما حاسبينها سهله ولا مازال اليوم ما يحوسوا يلعبوا بالفريق تاع 2019 مارك، حلم تاعو باش يلعب بالفريق تاع 2019 شاك تشوف فيها انت تاكيد تشوف فيها، حاسبين انتم ما حضروا غير مريسا تشوفوها ان شاء الله بربي. مالكم يجي بنادم يجي يقرا لك تي ما لقاه، مع الناس حنا مع الناس مدرب بغا بغيتو بغيتو كرهتو كرهتو والله ما نسعوها كاع مدرب، هذا انتم ما تشوفوا فيه مدرب جاي فرحانه يتلعب كونتر علينا. أمالكم رجال فرحانة باش لعب كونتر علينا، والله لا راهم فرحانين، شكون اللي يسوى يلعب معانا؟ احنا كبار كاع ما ربحناهمش، ربحنا كبار ها ديجا المالي تايا ما ربحتها، زدت معاهم ماتشين السويد، يعني ما تأهلت السويد الكوب دي موند، السويد كوب دورو ما تأهلتلهاش إليميني السويد، باش يكون على بالك، عاود لعبوا لك بعشرة بحداش قلت لعبت بعشرة. انقلبت انت لعبت ب 10 والناس لعبت، انت لعبت ب 11 والناس لعبوا لك ب 10، لا قلت لاربيت على خرج خسر لنا البارتيه، لاربيت صفر بزاف كي يسموه الشناوي ولا يطيح. كاع ما كاش منها كاع، كاع الصوال عليك دير فيهم كاع ما كاش، اعطي الكوجاك للهيسر خليهم يلهاو، راك تعطيهم في الكوجاك باش يلهاو. ويساهم الوفد الجديد على الفريق، يعني أندرلخت الألماني فارس شايبي سهرة الأحد في هدف الخامس في ثالث مباراة على التوالي، مؤكد نسقه التصاعدي منذ عودته إلى الفريق من تربص المنتخب، يعني فريق المنتخب الوطني لكرة القدم لتاريخ الاتحاد الدولي لكرة القدم شهر أكتوبر. وتمكن متوسط ميدان الهجوم الفريق الألماني من مساهمة في 6 أهداف منذ انطلاق الموسم الكروي 2023-24، 5 منها خلال مباريات الثلاثة الأخيرة أمام فريق فولهام يعني وبروسيا دورتموند في الجولتين 8 و9، حين قدم تمريرتين حاسمين يعني في اللقاء الأول وسجل هدف في المواجهة الثانية، وقدم تمريرتين حاسمتين في الجولة الثالثة من المؤتمر الأوروبي أمام فريق هيلسكا يعني الفنلندي، وين أكد الإعلام الألماني وأنصار أندرلخت أن الشايبي يعتبر مفاجأة الموسم لحد الآن
في الدوري الألماني، معتبر إياه صفقة جيدة جدا بالنظر إلى انسجامه السريع مع فريقه بأول تجربة له خارج الليغ الفرنسية. يعود للعب لعبه، كما أن إدارة فريقه وطاقمه الفني شجعه بطريقة استثنائية حين نشر الفريق عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة له مرفوقة عليها تعليق: نهنئك على بدايتك مع أندرليخت، وهو الأمر الذي أكسبه الثقة الأكبر، خاصة يعني من خريج مدرسة تولوز الفرنسي. لا هو ماشي مدرسة تاع تولوز، هو كان في ليون. ليون دارت أكبر غلطة، ليون دار أكبر غلطة، يعني ليون وين ما عطاش يعني وصفة لعاب محترف، راح لتولوز. تولوز يعني أنجح فيها، ويخاض خريج مدرسة ليون وبعدها تولوز. سهرة الأحد مباراة رقم 9 له بألوان فريقه أندرليخت، بينما بينها 3 مباريات في منافسة المؤتمر الأوروبي، حيث بلغ 621 دقيقة لعب منذ يعني انضمامه للفريق الأحمر والأبيض. تمكن خلالها من تسجيل هدف وتقديم 5 كرات حاسمة. لعب صاحب العشرين ربيع 7 مباريات متتالية أساسي، وهو ما يؤكد الثقة الكبيرة التي يضعها فيها مدربه الألماني، يعني الذي ألح كثيرا على استقدامه خلال سوق التحويلات الصيفية المنصرمة، وهو الذي يوظفه في منصب متوسط ميدان هجومي حين يلعب بخطة 4-3-3 أو مهاجم ثاني خلف مهاجم الحر حين يلعب الفريق بخطة 4-4-2. تألق شيبي مع فريقه الجديد ومواصلة خوضه للمباريات أساسية سيجعل منه ورقة جد مربحة لخط هجوم المنتخب الوطني خلال تربص شهر نوفمبر المقبل، الذي ستتخلاه مواجهتين رسميتين لحساب الجولة الأولى والثانية من تصفيات كأس العالم أمام منتخب الصومال والموزمبيق، خصوص أن المشرف يعتمد عليه كثيرا منذ اختار حمل الألوان الوطنية واعتمد عليه في 7 مباريات من أصل 8 ممكنة، 5 منها أساسي و3 بينها لعبها كاملة بمجموع 488 دقيقة لعبة، يعني واللعب تنتظر يعني صاحب يعني المواجهات 6 بألوان منتخب الوطن، 4 مباريات في 3 منافسات مختلفة خلال الأيام القليلة المقبلة قبل التنقل إلى الجزائر للدخول تربص المنتخب الوطني بمركز التقني الوطني بسيدي موسى، وهو ما سيساهم في رفع من مستواه أكثر ويجعله يدخل تربص الخوض بمعنويات عالية. الله يجعل ربي يحفظه برك. هذا ممكن سيواجه شيبي غد الأربعاء، يعني غدا اليوم، يعني فريق فيكتوريا كولون في الدور الثاني من كأس الألماني، وهي مباراة سيعمل فيها أندرليخت على الفوز لمواصلة مغامرة، وبعدها سيواجهون فريق اتحاد برلين في بطولة بهدف العودة إلى الأجواء انتصارات بعدما فرض عليه التعادل أمام بوروسيا دورتموند لحساب الجولة، يعني بعدما فرض عليه التعادل أمام بوروسيا دورتموند أحد، ثم سيتنقل بعدها إلى فينلاند، يعني لمواجهة فريق لحساب الجولة الرابعة من أوروبا ليج، وعينه على تحقيق الفوز الثالث خلال دور المجموعات لاقتراب من ضمان ورقة التأهل إلى الدور الثمن النهائي لخوض بعدها مواجهة برلين في البطولة ويدخل تربص الخوض. ويذكر أن شيبي ظهر في 969 دقيقة لعب منذ انطلاق الموسم الكروي رفقة فريقه تولوز وأندرليخت، وكذلك خلال المباريات الأربعة التي لعب بألوان المنتخب الوطني الجزائري. حنا بالتوفيق، ربي يوفقك ان شاء الله، خاطر عليك كي تكون مليح في النادي تاعك غادي نحتاجوك ديفلوبي لهنا في المنتخب الوطني الجزائري، هذه اللي نتمناوها. هذا مكان، هذه اللي نتمناوها برك.
عندي وحده اخرى تبقى عند المدرب ولا تبقى بالات. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. نمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم.